المتظاهرون الغاضبون يخرجون لشوارع فرنسا مجددا ويضربون الشرطة، وأمريكا تصدم ماكرون وتعلن دعمها للاحتجاجات. قريبا لن تكون في فرنسا حاويات أزبال، فقد تم حرقها جميعا، حيث ما زال المتظاهرون يحرقون حاويات النفايات خلال احتجاجات اجتاحت فرنسا بسبب قانون رفع سن التقاعد. وقد تراكمت النفايات في باريس بسبب إضراب عمال النظافة ضمن النقابات العمالية التي دعت لتصعيد الاحتجاجات والإضرابات. وعادت الاحتجاجات مرة أخرى يوم الخميس تنديدا بالعنف الذي تمارسه السلطات على المحتجين، وحصلت صدامات جديدة مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع، وتعرض أفراد الشرطة للدعس والضرب من طرف المحتجين. الجماهير الغاضبة ملأت شوارع مدينة تولوز جنوب فرنسا في احتجاجات مستمرة منذ فترة ضد تعديل نظام التقاعد الذي يهدف لرفع سن التقاعد إلى 64، وبحلول عام 2030 سيتم تمديد فترة العمل قبل الحصول على معاش تقاعدي كامل لتصبح 43 عاما. وإضافة لكل المشاكل التي تعانها فرنسا، فإن هناك تقريرا صادما عن ديونها الخارجية، حيث تقترب من مستوى قياسي يبلغ 3,000 مليار يورو. مشاكل فرنسا الحقيقية ليست احتجاجات الشوارع، ولكن على عكس الولايات المتحدة لا يمكنها طباعة النقود الورقية. اقترب الدين الفرنسي من 3,000 مليار يورو في عام 2022، ويشمل هذا المبلغ ديون الدولة والسلطات المحلية والضمان الاجتماعي. الارتفاع الحالي في أسعار الفائدة يجعل إدارة هذا الدين أكثر صعوبة. وفي صدمة جديدة لماكرون، أعلن البيت الأبيض عن تأييد الولايات المتحدة للحق في الاحتجاج السلمي تعليقا على المظاهرات ضد إصلاح النظام التقاعدي في فرنسا. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحفيين: نؤيد حق الناس في الاحتجاج والتعبير عن آرائهم والتظاهر سلميا مثل ما نؤيده في أي مكان آخر. وجاء ذلك ردا على سؤال حول موقف واشنطن من الاحتجاجات المستمرة في فرنسا منذ عدة أسابيع: فلا أحد وقف في خندق فرنسا، الكل يدير وجهه عنها. مشاهدين الكرام، شكرا لكم لمشاهدة الفيديو، إلى اللقاء. Sortez encore là.
مصر.